نبتدي بقى ناخد الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه وناخده بقى فيرذر عشان نوصل بيه للبولس مان فاكتور، اللي هو ده الهدف الاساسي بتاع المحاضره دي، ان احنا نوصل للديفينيشن بتاعه لان ده في غايه الاهميه. هنتخيل برضو تو سيستمز، والتو سيستمز دول ايزوليتد زي ما اتكلمنا عليهم من شويه، وبيتكلم عليهم برضو ان هم ان ثيرمال كونتاكت. اوكي، هنتخيل بقى حاجه مختلفه هنا شويه. نتكلم السيستم الاولاني دوت اللي هو السيستم ايه ده، في سنجل بارتيكل. اوكي، والسيستم التاني ده اللي هو ايه داش، هنسميه لارج سيستم او اسميه ريزرفوار. اوكي، يعني ده بيحقق لي فعلا ان في عندي السيستم بتاعي اللي هو الصغير اللي انا بهتم بيه، والسيستم التاني عباره عن اليونيفرس، والريزرفوار ده معناه ان هو يعني ماتش لارجر، يعني معنى كده التغيرات في الحراره بتاعته هتبقى مينيمال، مش هيبقى تغيرات كبيره. هنشوف الكلام ده بالظبط هيفرق معانا ازاي. فالترانسفير اوف انرجي بيسكلي معناه ان نمبر اوف مايكرو ستيتس ان اي واي داش بيتغيروا. اوكي، هناخد الريشيو اوف نمبر اوف مايكرو ستيتس هسميها جي. هتخيل ان السيستم بتاعي ايه دوت عنده تو ديفرنت انرجيز، يعني ممكن ياخد يعني وضع من وضعين، يا اما يو ار يا اما يو اس. اوكي، يعني بمعنى ان هو يعني ما يقدرش ان هو ياخد حاجه تانية غير الاثنين دول. اوكي، ريزرفوار اي داش از فيري لارج، معنى كده تي داش اللي هي درجه الحراره بتاعته بت ريمين اولموست ذا سيم، ما بتتغيرش. يعني هتخيل مثلا انا عندي دلوقتي فرضا عندي حاجه سخنه موجوده في الجو، كويس، فرضا مثلا واحد بيعمل كوبايه شاي. اوكي، وكوبايه الشاي دي محطوطه في الاوضه. اوكي، هل نتخيل ان لما كوبايه الشاي دي تبرد ان الاوضه تسخن؟ طبعا لو احنا تخيلنا حاجه زي كده يعني مش لايكلي، يعني حاجه مش وارد انها تحصل. يعني هتخيل انها حاجه كده بالظبط. تخيل بقى ان السيستم حتى مش اوضه، هتخيل ان هو الجو كله، هتخيل ان هو درجه حراره الموجوده بتاعه المدينه اللي هو كوبايه الشاي دي موجوده فيها مثلا. يعني اوكي، فبنتكلم على ان عندنا الريزرفوار ايه داش ده درجه الحراره بتاعته ثابته، ونتيجه لكده هي هاز ميني انرجي ليفلز. اوكي، فاحنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان في عندنا بي اوف اوميجا او بي اوف يو بتساوي سيجما ستار اوف يو على الايه سيجما ستار توتال. ده الديفينيشن احنا كنا قلناه علشان البروبابيلتي ديستريبيوشن بتاع الايه بتاع اليو، والكلام اللي احنا كنا قلناه قبل كده برضو ان السيجما الاوميجا ستار اوف يو بتساوي الاوميجا اوف يو تايمز اوميجا داش اوف يو ستار ماينس يو. يعني لو عندي توتال انرجي مثلا 10 يو، يبقى معنى كده هنا 1 يو يبقى هنا 9 يو، لو هنا 2 يو يبقى هنا 8 يو، وهكذا. يبقى معنى كده البروبابيلتي بتاعت يو اوف اس يو اس على البروبابيلتي بتاعت يو ار ان هو ياخد يو اس او يو ار، هي عباره عن لو احنا شفنا من الايكويشن هتبقى عباره عن سيجما ستار اوف يو اس على سيجما ستار اوف يو ار. طبعا كل واحده في من دول مقسومه على سيجما ستار توتال، وهي الاثنين ثوابت، فمعنى كده يتشالوا مع بعض. لو حطينا الديفينيشن بتاع سيجما ستار او اوميجا ستار، اسف، هي عباره عن اوميجا اوف يو اس تايمز اوميجا داش اوف يو ستار ماينس يو اس، نفس الديفينيشن احنا كنا شفناه قبل كده. لو احنا خدنا الجزء الاولاني دوت اللي هو عباره عن ريشيو اوف مايكرو ستيتس، اوكي، ده هو عباره عن الجي بتاعتنا، وسمينا الجزء الثاني دوت عباره عن ار اللي هو الريشيو اللي موجود عندنا هنا، دي عباره عن اوميجا داش على اوميجا داش اوف يو داش ماينس يو اس على اوميجا داش اوف يو ستار ناقص يو ار، هسمي ده عباره عن ار. الريشيو اوف مايكرو ستيتس دي هنتكلم عليها بعد شويه ان هي اولموست بتساوي واحد، في معظم الاحيان ممكن نخليها بتساوي واحد، انما دي هي اللي هنهتم بيها، وهي دي اللي في الاخر خالص هنسميها البولتزمان فاكتور. من الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده من الديفينيشنز شفناها كان 1 اوفر تاو بتساوي 1 اوفر اوميجا على دي اوميجا باي دي يو، ونفس الكلام بالنسبه لتاو داش. ات ايكوليبريم لازم الاثنين دول يساووا بعض. اوكي، وزي ما كنا قلنا ان احنا قلنا تاو داش بتساوي كي بي في تي داش. اوكي، ف basically هن consider solving the above equation for omega dash، وهنحط في اعتبارنا ان ال t dash تساوي constant، يعني ما بتتغيرش. نشوف الكلام ده هيودينا فين. لو عوضت في الايكويجن بتاعتي 1 over omega dash d omega dash by du dash هي بتساوي 1 على kb في t dash، يبقى معنى كده ان احنا عندنا ال derivative بتاعنا هنا ده هو عبارة عن الكلام ده، يعني هناخد بس دي هنا ودي هنا. اوكي، طيب لو احنا قلنا ان الاوميجا داش بتاعتنا دي عباره عن كونستانت،
يعني ممكن نحل بقى الايكويشن بتاعتنا دي من الحاجات اللي احنا كنا شفناها في الاكسبوننشال ديكاي واكسبوننشال جروث كيرفز، نتيجه ان التي داش دي هنا بقت كونستانت دلوقتي، ما هياش حاجه فاريبل، ما هياش حاجه بتتغير. يبقى معنى كده بقى في عندي التغير في كوانتيتي بيساوي كونستانت في الكوانتيتي نفسها، يبقى معنى كده ده اكسبوننشال كيرف. فمعنى كده في الاخر هيطلع لنا الكيرف بتاعنا حاجه شكلها بالمنظر اللي احنا شايفينه هنا ده. اوكي، ات الكوليبريم هنحط بقى نفس الحاجه دي هنا فوق وهنا تحت. اوكي، فالاقي ان عندي الار اللي هو الفاكتور المهم اللي كنت بقول لكم عليه هو عباره عن كونستانت في اي تو ذا يو ستار ماينس يو اس على كي بي تي داش، ونفس الكلام بالظبط تحت، بس هيبقى بدل ما في عندي هنا يعني كان في عندي يو اس كان في عندي يو ار. اوكي، يعني في الاثنين. ففي الاخر هيطلع لي ان الار بتاعتي دي عباره عن اي تو ذا ماينس يو اس ماينس يو ار على كي بي في تي. الار دي زي ما كنت بقول من شويه هنسميها البولتسمان فاكتور، وبيسكلي ده الفاكتور باي ويتش ذا نمبر اوف مايكرو ستيتس ان ذا ريزرفوار ديكريزز وين ذا ريزرفوار جيفز ان انرجي اوف يو اس ماينس يو ار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ده الريليتيف probability اوف فايندينج ا سيستم اي وذ انرجي يو ار اور يو اس في الايه؟ في السيستم بتاعنا. لو احنا خدنا الجي اللي هي الفاكتور الاولاني ده اولموست واحد، وده غالبا بنعتبره واحد في احوال كتيره جدا، اللي هو عباره عن النمبر اوف ستيتس في الاولاني وفي الثاني. طبعا ده ممكن نلاقيه في الاخر هما الاثنين فعلا قريبين قوي من بعض، في معظم السيستمز اوف انترست هنلاقي ان هما الاثنين مش بعاد عن بعض. هيتضرب في الفاكتور اللي هو ار بتاعنا ده ويديني البروبابيلتي بتاعت ان انا الاقي السيستم بتاعي هنا او هنا بتساوي كام. يعني انا دلوقتي ممكن من الايكويشن دي لو انا عندي السيستم بتاعي ممكن ياخد تو انرجي ليفلز مختلفين، عايز اعرف هو لايكلي ان يبقى في الاولاني ولا في الثاني بنسبه معينه، او اعرف الريليتيف بروبابيلتي بتاعت انه يبقى في الاولاني للثاني، ممكن احسبها من الفاكتور البسيط دوت. طبعا الفاكتور البسيط ده هو كي بي ده كونستانت، التي التمبرتشر بتاعت السيستم، واليو اس واليو ار هم التو انرجيز بتوعنا اللي احنا بنتكلم عليهم. زي ما كنت بقول من شويه الجي فاكتور هو الدنسيتي اوف ستيتس فاكتور، ده بروبرتي اوف ذا سيستم. يعني لو احنا بنتكلم على سنجل اتوم وذ ديسكريت انرجي ليفلز بنتكلم على عاده الجي بتساوي واحد. يعني عامه ممكن الجي تبقى ديفرنت في حالات الديجنرسي، بس اكشوالي احنا في الحالات الاوف انترست بتاعتنا مش الحاجات اللي هي في ثيوريتيكال فيزكس ممكن نعتبر ان الجي بتساوي واحد اولموست اوف ذا تايم.